لا بأس اليوم في آخر دقيقة أقرأ لكم رواية فيها بركة عظيمة وقفت عليها، مرتبطة بهاي بحوثنا بعد الطبيعة العامة والخاصة وكذا. في تفسير العسكري في ذيل الآية 91 أنه يوم القيامة، تفسير العسكري سورة البقرة هو معروف عمدة التفسير العسكري سورة البقرة، ما ظهر حتى سورة عمران ما يصل بها. في التفسير الشريف أن يوم القيامة يؤذن بأذان، نفس الأذان، أذان نفسه قبل دخول أهل الجنة الجنة، ويزف أهل الجنة الجنة ويزف أهل النار النار، يؤذن بالأذان المصطلح، فيؤذن المؤمنون أو الكذا بتكبير الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتأخذهم الملائكة يزفون إلى الجنة، فيأمر يأتي النداء يقفوهم إنهم مسؤولون عن ماذا؟ عن الشهادة الثالثة. شوفوا العبارة، إني نداء إلهي وحي، هاي سبحان الله نص إن الشهادة الثالثة في الأذان، هاي بعد مع أن طبعت أنا جزئين الآن في الشهادة الثالثة، هذه اللي تو وقفت عليها سبحان الله. إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى، فإن جاءوا بها فعظم، شوف الشهادة الثالثة في صلاة الميت، في كذا، في كل مكان، في التشهد داخل الصلاة، كله. إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى، فإن جاءوا بها فعظموا ثوابهم وأكرموا مآبهم، وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة ولا لي بالربوبية، فمن جاء بها الشهادات الثلاث معا فهو من الفائزين، ومن لم يأتي بها فهو من الهالكين. سبحان الله، لاحظوا هذه الرواية طويلة، أنا اقتطفت لكم موضع الشاهد فقط، موضع الشاهد أن الذي أصل التشهد قائم في كل موطن هو طبعا هذا أذان موجود، أذان يوم القيامة، هذا الأذان صورة. شوف قلة التتبع في الروايات، أزمة موجودة في المسيرة العلمية صراحة من أزمة الأزمات الموجودة، قصورنا في التتبع في الرواية، تتبع بتدبر واستنباط بس ما موجود تتبع، أزمة أصل العدم ما ثبت، لم يثبت لدينا، غير ثابت لو لم يثبت لديك، غير ثابت لديك أو لم تقف عليه، هي أزمة التتبع، أزمة على كل. شوف هاي سبحان الله دي تبين أصلا ضرورة قرن الشهادات الثلاث، وإلا هلاك باطلة قرن الشهادات الثلاث كلها. يقول لك الحر تكفير إشارة، الحر تكفير إشارة يعني يأتيك نصوص خاصة تقول لك هكذا، بعد ما يحتاج إذا اتقى عنك في موارد عديدة